وليه ما كملتيش بعد كده بقى طريق النجومية الصاعد؟ سبيد بامبس. عندي مليون ألف حاجة عايز أعملها، وسافرت كتير، سافرت سنة ورجعت، وبعدين سافرت سنتين ورجعت، وبعدين قررت ان انا عايزه اخرج فاخرجت، وقررت ان عايزه انتج فانتجت، يعني قعدت عشت زي ما قلت لك حياتي في كل اقسام المهنه دي، وحبيتها جدا. يعني دخلت المصارين كده، دخلت مصارين السينما، انا واز فيري هابي، وبعدين رجعت امثل تاني.